حياكم الله من جديد مشاهدينا، الحين مع الشيف عايشة الصفي اللي راح تقول لنا ايش راح تحضرنا اليوم لطبق خاص في صباح الخير الكويت. تسعة صباحك شيف. صباح النور. حياك الله. اهلا فيك. اليوم شو مجهزت لنا؟ اليوم ان شاء الله باذن الله راح نسوي البانكيك. حلو. بس بطريقة مختلفة طبعا، يعني مو حلو، مالح. لا مالح. وراح نسوي ساندويتش ان شاء الله، بانكيك ساندويتش. حلو. طبعا هني مثل ما تشوف المقادير مقسمة. هذه بالبداية المقادير الأساسية حق البانكيك. حلو. نحتاج هني كوب ونص من الطحين الأبيض، كوب وربع من الحليب، بيضة، رشة ملح، قفشة بيكنج باودر، قفشة سكر، وهذا عندنا تقريبا 25 جرام من الزبدة راح نذوبها. نخلطهم مع بعض، تبين بالماكينة فود بروسيسر أو يدوي، وعلى طول تصير سهلة ومضمونة الوصفة. حلو. من بعد ان شاء الله ما نسويها راح نحشيها. هني عندنا البيض، وراح نسوي الصلصة اللي داخلية راح نحطها طبعا مو بس بيض، راح نحط معاها تركي ونستخدم السويس تشيز، وان شاء الله تعجبكم. يعني اليوم ساندويتش بس مو بالبن العادي او التوست، راح يكون بالبانكيك. بعد جايتنا المدارس ان شاء الله. حلو. هذه افكار فكرة حلوة. وتشوفونها ان شاء الله بنهايه ان شاء الله بنرجع للشيف عايشه ونشوف طبختنا اليوم في صباح الخير الكويت، وريوقنا الجميل من اناملها الجميله في كل يوم اثنين بيكون معاها. فاصل وايد قصير ورادين لكم ان شاء الله بلقائنا المتميز مع الاستاذ المحامي حمود عبد الوهاب. خليكم معنا. مصفات الزور. شكرا للزميل نجيب القحطاني، ونرجع معاكم لاستديونا في صباح الخير الكويت وعند الشيف عايشه تحديدا. عايشه اليوم سويت لنا البانكيك بطريقه مختلفه، انت دائما تاخذين الاطباق العالميه وتحطينها لمسات كويتيه. طبعا لازم لمسات حقنا تكون. سويناها ساندويتش. التحشيه اللي داخلها سويت لكم نوعين، نوع مع هو البيض بالساندويتش الاثنين، هني مع المرتديلا والسويس تشيز، ونوع الخس الهولندي. بالثانيه حطينا لكم تركي عشان اي واحد ما يقول انا ما اكل تركي. وهذه الصلصه تتكون من مايونيز، شويه مستردة، ويا كاتشب، شويه عصره ليمون، تمشي مع اي نوع من الساندويتشز وتعجبكم ان شاء الله. اي نوع من التحشيه تقدرون تغيرونها. الطريقة هي اللي أنا حبيت أقدمها أن تكون هي جديدة. باستخدام البانكيك على أساس أنه يكون ساندويتش. يعني هو متعارف علينا الكلاب ساندويتش بالتوست وطبقات التوست. لكن اليوم إحنا مع البانكيك. مع البانكيك. وأعتقد راح يكون فينا طعم بشكل آخر. أكيد. وتعودنا دائما على البانكيك أنه يكون عليه السيرب. هو بعد البانكيك دائما أنت تاكلينه يكون حالي. صح. هذا الشيء اللي لازم تعادلينه، تخففين الشكر وترفعين حلو مالح يعني الملوحه فيه عشان ترضين جميع الاذواق. انا ادري. زين، مده تحضيره تقريبا عايشه يعني بالنسبه حق اللي مستعينين الصبح دوامات، ترى رادين احنا على المدارس. ما تاخذ ما ياخذ وقت البانكيك. كل المكونات على بعضها، مجرد ما انك تذوبين الزبده وتخلطينه وعلى طول على بالمقلاه تسوينها، والاشياء الباقي تكون عندك جاهزه. يعني تقدرين حتى خلطه البانكيك تجهزينها وتحطينها بالثلاجه متى ما انت حبيتي، تطلعينها شوي برا وبعدين كم طبقه تبين تقدرين تسوينها. بالضبط. اي نعم. اليوم يعني كانت لنا طلعه جديده باستخدام البانكيك المتعارف عليه انه هو سويت وحلو، لكن اليوم راح نكون بطعم مالح جدا، عباره عن ساندويتش جميله. تحضرت بانامل الشيف عايشه الصفي اللي عودتنا دائما انها تقدم لنا اطباق مميزه، خلينا نقول انترناشونال، لكن بتكون بطريقه وانامل كويتيه مميزه. انها يعني تبتكر اشياء جديده من خلال هذه الوجبه اللي تقدمها لنا. احنا شاكرين وجود الشيف عايشه على هذه الساندويتش اللذيذه اللي العين يقول اشتاك قبل البعده. ونتمنى ان شاء الله تكون لاقت على احسانكم واستحسانكم من خلال هذا اليوم بصباح الخير يا كويت. نعم غاده، وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا على طيب المتابعه، ونتمنى لكم جميعا يوم جميل. يا رب العالمين، نشوفكم على خير ومع السلامه. مع السلامة.